السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طلبنا ايباد عن طريق الانترنت من انطاليا، وصل اليوم. هسه راح نفتحه قدامكم، ما ندري فارغ بالايباد ما بي. طبعا اسعاره كلش رخيصه. هذا الايباد تقريبا 2 ايباد طلبنا. هسه راح نشوف قدامكم من نفتح الكارغو. يعني حاليا تبشر بخير انه الايباد موجود، بس لا تطلع نستله دال زينة تشيز قبول. ايش تتوقعون شباب؟ ما شاء الله موجود، موجودات كبر موجود. حاليا الكرتونات بينت، اكو امل بالموضوع. بين اللوجو مال الكرتونة. يا الله خير، توكل توكل يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حتى كبر دازين وياه ما شاء الله. يعني اذا صدق طلع هذا الايباد مضبوط، اذا طلع صدق مضبوط، فهذول مرتبين، يعني شغلهم مرتب. طلبنا احنا من صاحب عندن، واللي يبيع يعني تقريبا موثق صاحب عندن. يا الله بسم الله. أول كرتون ما شاء الله. حاليا الأمور طيبة وتبشر الخير، حتى الكيبل وياه، الشاحنة وياه، ما شاء الله. آيباد هذا الكرتون الأول، هسه بعد أملنا بالكرتون الثاني. شغلونا يا الآيباد الأول. هو اللي عجبني اكثر شيء دازين وياه كفرات، يعني الحافظه مال الايباد بصراحه شغلهم بين مرتب، حتى جديد يعني مو مستخدم. هو الايباد طبعا مستخدم بس مبين نظيف. حاليا الكرتونه تبشر بخير بدايتها، تبين انه يعني كرتونه ايباد. يا الله ما شاء الله. حاليا ما شاء الله بالذهبي حلو، حتى ويا الكتالوج حلو ما شاء الله. شاحنة موجودة، الكيبل موجود، حتى الشاحنة الأصلية حلو. ها شغلناه حلو، يعني مبين شغال وأموره طيبة ممتاز.